سيدي شرفنا بالعادة واحنا الحمد لله يعني اتصالات وتنسيق وانتج مشروع في حريته في دولته في جميع حقوق المشروع على تراب الوقت مدى دولة فلسطين على حقوق رابع الحزيران 1967 والأردن واللبن احنا كلنا بدنا نتعامل مع التحديات الدقيقة بطريقة انعطاء يعني أزمات فأشكرك على زيارتك اليوم اللي هي فرصة للتشاور في كيف بدنا نجد قلنا سلام شامل احنا سلام حقيقي سلام تقبل الشعوب وسلام يضع الإمام وما نصل إلى طريق مسدود فأهلا وسهلا يعني نقدم الشكر الجزيل والتكميل العميق صاحب الوصاية الهاشمية هذا المقدس هذا الكيل والقامة والخامة